مساء الخير يا عبد الرحمن، ونحب طبعا نبارك لك أولا على هذه الجائزة التي حظيت عليها. بداية عبد الرحمن، عرفنا وعرف المشاهدين على نفسك أكتر. جيت النمسا إمتى شكرا لكم وبتعمل على إيه هذا. دلوقتي؟ تمام، شكرا لكم. انا موجود بالنمسا، طبعا انا لي اسمين، يعني الاكثر بيعرفوني باسم عادل عشان اذا حدا سمع. انا جيت على النمسا سنه 2018 4، ومن لحظه ما جيت كنت ببرج اللاند بمدينه ايزنشتاد، وجميع شغلي موجود بايزنشتاد حاليا من فلسطين. طبعا طيب، أهلا بك عبد الرحمن، وأهلا بأهل فلسطين جميعا. عبد الرحمن، ما هي هذه الجائزة بالفعل التي أخذتها؟ عبارة عن إيه الجائزة اللي أنت أخذتها دي؟ الجائزة كانت عبارة عن مبادرة من مؤسسة او تي اي بوك لأكثر طالبي اللجوء اللي بيقدموا خدمات لطالبي اللجوء الآخرين على مستوى الجمهورية جميعها، وبلشت من سنة 2019، كانت لمدة 4 مرات، وسنة 2022 فزت فيها أنا وديلوفان من نوي سيد الأمسي وصبية إيرانية موجودة بفيينا. والجائزة أصلا هي مخصصة فقط للناس اللي مخصصة للناس اللي بيقوموا بخدمة طالبي اللجوء الآخرين، خصوصا الناس الجداد اللي بيجوا بسبب صعوبة البدايات بالنسبة لهم نعم. بالاندماج وكيف يفهم. تمام، عبد الرحمن، ما العمل الذي كنت تقوم به بالفعل في هذه الجمعية؟ انا اشتغلت بالجمعيه اللي موجوده بنويس للامسي اللي تم ذكرها وتم ترشيحها. على فكره انا من الجمعيه تبعت نويس للامسي وجمعيه كاريتاس بورجلاند بشكل عام، لاني انا موجود اصلا بكاريتاس بورجلاند. العمل ببساطه هو عمليه مساعده السوريين، خصوصا اللي بيدخلوا النمسا في بداياتهم، من ناحيه الاندماج، من ناحيه اذا عندهم كان مشاكل صحيه نعمل مواعيد عند الدكاتره نترجم لهم نواحي الحياه الثانية، من انه كيف يتعرفوا على الحياة بالنمسا، كيف السوبر ماركت، كيف يشتروا خط تليفون، كيف يقدروا يحجزوا تيكت، كيف يعملوا يسجلوا بالاو اي اف مثلا، يسجلوا نعم. بكورسات اللغة الألمانية. وهذا كان تركيز شغلنا، كمان بنفس الوقت استشارة قانونية لهم بالنسبة لقضايا اللجوء اللي بتخصهم. طيب عبد الرحمن، عرفنا وانت بتشتغل ايه دلوقتي، او انت جيت من اي بلد الى النمسا؟ أنا جيت من فلسطين مباشرة، وحاليا أنا طالب لجوء. لحد هاي اللحظة أنا ما حصلت على اللجوء، بسبب ذلك أنا ما بقدر أعمل بشكل رسمي، ولكن أنا متطوع بمجموعة جمعيات، سواء كانت الكاريتاس، الدياكوني، بيب اللي هي بيلدونج براتونز للاستشارة التعليمية نعم. للناس اللي في برج اللاند وغيرها من المنظمات. هذا هو عملي الحالي، طوعي، معظم طوعي او جميعه طوعي عمليا، وجيت من فلسطين طيب مباشره. عبد الرحمن، قول لنا ايه هي الجائزة دي بالفعل، وايه هي قيمتها؟ يعني الجائزة دي عبارة عن ايه؟ الجائزه هي جائزه معنويه بالاساس، هي جائزه مقدمه من المؤسسه هي. طبعا هي الجائزه برعايه الرئيس الجمهوريه النمساويه، وبنفس الوقت هي قيمتها المعنويه اكبر بكثير من اي قيمه ثانيه لها. نعم. مجرد انه نكون انك انه حدا بني ادم بعد ما سنتين ثلاثه بعمله الطوعي انه يلاقي الجمهوريه بتحييه وبتشجعه وبتقيمه وبتكافئه على هذا الموضوع. طيب عبد الرحمن، عاوزين برضو تقول لنا ايه هي الصعوبات والعواقب اللي بتقابلك في النمسا؟ طبعا الصعوبه الاولى اللي هي الانتظار للاقامه، كمان الصعوبه اللي هي موضوع الاندماج. احنا ناس جايين من الشرق الاوسط، ثقافة مختلفة، حياة مختلفة. بشكل عام انا اشتغلت في فلسطين فترة 10 سنوات مع مؤسسات اوروبية، عندي تفهم اكبر للطبيعة الغربية، عشان هيك نوعا ما كانت اسهل علي. ولكن انا بشوف هاي الصعوبة موجودة عند اللاجئين الجدد، طالبي اللجوء الجدد، انه نحاول انه نوصلهم او نبني جسور، خلينا احكي جسور ما بين الثقافات، ونحاول نعمل عمليه اندماج حقيقي ما بين النمساويين الموجودين ببرج اللاند بالمنطقه اللي انا فيها وما بين طالبي اللجوء الموجودين فيها، وهذا الهدف الرئيسي اللي موجود.
عبد الرحمن، في حال أخذت الإقامة، إيه هو هدفك؟ إيه هو الشغل اللي ممكن إن أنت تعمله في النمسا؟ أنا راح أستمر أشتغل مع الجمعيات، مع العرب خصوصا متحدثي العربية اللي بيجوا على النمسا، نساعدهم كيف يبلشوا حياتهم هين، ونخلق فهم أكبر عند الشعب النمساوي، عند النمساويين للثقافة تبعتنا، ونخلق حالة اندماج عملية أو حالة تفهم، خلينا نسميها أكثر من اندماج، حالة تفهم وحالة معايشة ما بين الثقافتين. نعم عبد الرحمن، نهاية كيف ترى هذه الجائزة اليوم؟ وطبعا هي تحب تنصح الناس أو الجالية العربية هنا بإيه؟ عمليا الجائزة طبعا بتكون عامل هي محفز قوي إلي، وكمان محفز قوي لأي إنسان تاني بيسمع عنها. كمان شغلنا أنا بنحاول نخلي إنه الناس اللي بتيجي جديد إنها تقدر تساعد الناس الآخرين، إنه إذا حدا تعلم شيء إنه يحاول يساعد الناس التانيين. أنا بنصح الجميع إنه بما إنه دخل بلد زي النمسا إنه يبلش بتعلم اللغة، يبلش يفهم البلد اللي هو فيها باعتبار إنها هي صارت بلد جديد. وهي نصيحتي لكل بني آدم جديد دخل النمسا، إنه ينظر لثقافة البلد، إنه ينظر للغة، إنه يحاول يفهم البلد كيف هي، وإنه يتعايش ضمن الثقافة اللي هو اللي جاي عشان يعيش فيها. شكرا لك عبد الرحمن لانضمامك لنا، وبنقول لك مبروك تاني على هذه الجائزة، ونتمنى لك طبعا دايما التوفيق وحياة كريمة إن شاء الله، وتقدر تحصل على الإقامة وتحقق كل أمانيك بشكل كبير جدا بما إنك ساعدت الناس هنا في النمسا. شكرا لك. شكرا لكم، شكرا لكم لمبادرتكم. شكرا.